بالغ في العائلة يسر ناس يقول لك تي بابا خرف تي كبر تي ما تاخوش عليه. صحيح. راهو كيف يبدا خرف وكبر ولينا ما ناخدوش عليه راهو هذاك مرض ماهوش حالة عادية. وساعات تلقى العائلة نشوفوها يقول لك انا بابا عمره تعرف ولا امي 85 ولا 90 ما تعرف راي مخها ما تحنا بالفرنسية يقول لك الا توت ساتيت مخها لبس عليه وكأنه ولا استثنائي انه كيف تقدم في السن تقعد عندك الوظائف الذهنية مداركك الذهنية يعني كأنه مصير المسن انه المدارك متاعه الذهنية والعصبية كلها تضعف ولا تتلف معني. هو بالحق بحكم العمر سيفغي الوظائف دي هنا باش نقول الخرف اللي هو مرض الألزايمر هو اضطرابات في الوظائف الذهنية مش في المدارك الذهنية. نعم. كيف يولي اضطراب في المدارك الذهنية هذيك يولي هبال لا فولي. نعم. كيف يولي الوظائف الذهنية مضطربين هذيك الخرف. شنو ما الوظائف هو مرض الألزايمر معروف أكثر بالمرض النسيان على خاطر من الوظائف الذهنية هي النسيان اللي هي الذاكرة سمحني أكبر حاجة لكن الوظائف زادة وقت اللي إنسان يخمم ويخدم مخه ويبرمج ويخدم يخطط ولا يصنع حاجة ويخترع حاجة هذيك الوظائف المخ. وظائف المخ زادة انك تعرف روحك انت توا صباح ولا ليل انت وين موجود تعرف كيفاش تستعمل الحاجة تعرف كيفاش تاكل تعرف كيفاش تمشي كي نعطيك ستيلو تعرف كيفاش تاخذه من عندي كيفاش تكتب به تعرف زادة تتكلم تعرف تحسب هذوك كل الوظائف نتاع المخ. فالخرف ومنهم هذا الألزايمر باش يعطينا اضطرابات في الخرف في الوظائف الذهنية هذه اللي باش ينجر عنها تأثير بشوية سلبي معناتها بشوية بشوية المسن المريض يولي غير قادر انه يقوم بالأنشطة اليومية معناتها الأساسية اللي هو انك تاكل انك تشرب انك تلبس حوايجك انك تغسل وجهك انك تمشي لبيت الراحة. وزادة في المراحل اللي يبدا مازلت خفيفة يبدا مثلا ما عادش نجم ياخذ ويه ما عادش نجم يقضي ما عادش نجم يخمل ما عادش نجم يطيب الفطور هذوكم كل وظائف أساسية بشوية بشوية باش يكون عليهم تأثير. نعم. دونك نحكيو على مرض عضوي ما هوش نفسي ما أننا نحكيو على اعتلال في وظائف المخ اليوم. هي الوظائف الذهنية ما نجمش نقول لك عضوي بأتم معنى الكلمة كما الأعضاء متاع البدن هو المخ الخلايا اللي في المخ يولي ويموتوا بطريقة سريعة دونك فما بلايس في المخ يولي فارغي يولي كيما المغصود غريير كيما طريف جبن اللي منقب هكاك ولا سبونتكس اللي نظفوا بها بشوية بشوية الخلايا في المخ تنقص ذوبرة يولي هوي داكور دونك نعملوا سكانير ولا ايرام نشوفوها الخلية هذيك الفقدان الخلية باش يبدا في الاول في منطقه معينه نتاع المخ اللي نسميوها لا زون ايبوكامبيك والبقعه هذه هي اللي لاهيه بالذاكره. هذيك علاش عاده خلينا نقولوا 75% من الحالات مرض الالزايمر باش يبدا بالنسيان يبدا بالنسيان على خاطر الخلايا تموت معناتها تذوب تبدا في البقعه هذيك بشويه بشويه تبدا بلايص اخرين يتمسوا وقد ما البلايص يتمسوا قد ما الوظائف العاديه تتمس بشويه بشويه. دونك عندنا النسيان صحيح لكن هو النسيان تاع الحاجه في الاول الحاجات القريبه وفي نفس الوقت الحاجات القديمه تقعد موجوده. دونك تقول لك لهذاك علاش العائله ما تمشيش تعدي بكري غزش المريض يعدي بكري خاطر تقول لك اي باهي نسيت البارح شكون شنو اكليت ولا شكون جاها اما راي تتذكر 20 سنه و30 سنه ولكن هو فما فرق بين الذاكره القديمه والذاكره الجديده. دونك نردوا بينا طبعا باش يولي فما انسان حتى الكلام باش يولي ما عادش يلقاه كي يجي باش يتكلم ما يلقاش الكلام شوي بشوي يفقد الكلام حتى لين يولي باش يولي يقول كلام غلط مثلا باش يقول سكر الباب يقول لك صبات باب يعني الكلام يولي مش مفهوم مش مرتب لا انت تفهمه لا هو ينجم يفهمك يولي بشوي بشوي ما عادش ينجم يقرا ما عادش يفهم حتى التلفزه اللي يتفرج عليها ما عادش يفهمها وخلي ساعات يقول لك يحكيوا عليا ولا كي يفهمش يقول اللي في التلفزه يحكيوا عليه ينجم يولي يضيع حاجه يخبي حاجه في بقعه ما يلقاهاش الوغ باش تقولي الكلنا ناس الكلنا نساوي حاطين التليفون وينحطينا المفتاح الكهرباء لكن المسن ينسى سمعني وينسى اللي هو نسى داكور وكيف ينسى كيف يلقاها الحاجه يلقاها بالزهر مش يقول لك اي والله ماني انا حطيتها لا يقول لك انا ما حطيتهاش وانت حطيتها فما زاد اضطرابات شويه في
يولي عنده ساعات حالة اكتئاب ولا بالعكس يولي هيش ساعات يولي فما اضطرابات في السلوك. نروها في المراحل الثانية هكا المتوسطة اضطرابات في السلوك راه يتقلق على خاطر صحيح يولي نجم يولي هيج يولي يصيح يولي عايط يولي ساعات يقول كلام خايب يولي ما يسمعش الكلام يولي يستخايل في حاجات يولي يرى في حاجات يرى في أشخاص يرى في يسمع في أصوات ويتعايش معهم. يعني مثلا كان هو يقول لك انا فما جارتي تطل عليا من الشباك وتحب تسرقني غدوه ما يلقاش ستوش يقول لك جاره هي اللي سرقتني وينجم يتعدى لمرحله التطبيق ما تقول يمشي يعاركها ويضربها فهمت دونك فما حاجه لازم نردوا بال. فما حاجه اخرى احنا نلصقوها الاضطرابات السلوك هي قله النوم بشويه بشويه راه يولي داخل بعضه في النوم يولي ما يرقد يرقد مخر ويقوم بكري يرقد شويه في النهار يبدا كي ما يرقدش مليح دونك في النهار يولي على اعصابه يولي يصيح اكثر ويعيط اكثر. وهنا ماذا بينا العائله وقت الطبيب يعطينا دواء نبدا ناخذوه ما نستناوش حتى لين المريض يولي ما عادش يرقد بالكل راهو كيف تولي كل يوم ما ترقدش لازم نخمو في المعين اللي معاه تو نحكيو عليه اللي ما يرقدش وهو غدوه صباح باش يقوم يخدم دونك فما ادويه ما نستناوش حتى لين يولي ما عادش فما نوم بالكل نبداو ملي تبدا فما اضطرابات النوم نبداو نعطيو الادويه هذا في الأول المراحل الأول تبدأ هكا حاجات تبع المخ لكن بالوقت معناتها الانعكاسات على البدن بشتوه دوك بشي ولي ما عادش يعرف ياكل ونقول ما عادش يعرف ياكل لو مش ما عادش يحب ياكل لو ما عادش يعرف ياكل دوك بشوي بشوي بشي ضعاف بشي ضعاف وبشي يذي بشي ضعاف وبشي ينشح من الماء خاطر زاد ما عادش بشي ولي يشرب بشي ولي ما عادش يعرف بشوي بشوي يمشي دوك بشي ولي قاعد في الفرش ما عادش يتحرك باش يولي حتى حاجته ما عادش يعرف يتحكم فيها دونك يولي بالكوش يولي على الفرش دونك فينالمون باش يولي بطريف بطريف في المرحله الاخرى قاعد ما ينجمش ياكل ما ينجمش يتكلم ما يفهمكش ما يكلمكش يعني في حاجه الى رعايه كامله. هذه يا دكتوره كاملة, كامله كامله يعني التشخيص الطبي الاول خلينا نزيدوا نفهموا هذا المرض مرتبط اليا بالعمر يعني يجي كان في عمر معين بعد 50 بعد 60 وإلا نجم تكون فما حالات شاذة إنه صغير ويمرض بالألزايمر هو عادة يظهر عند الناس اللي عمرهم بصفة عامة 65 سنة فما فوق دايوغ كي ناخذوا 65 سنة فما فوق نلقاو اللي 5% منهم مرضى بالخرف كي ناخذوا اللي عمرهم 80 سنة فما فوق نلقاو 20% مرضى بالخرف كي ناخذوا اللي عمرهم 90 سنة فما فوق نلقاو تقريبا 40% يمرضوا بالخرف معناتها العمر هو عامل من عوامل دي فاكتور دو ريسك من مؤهلات من ظفرين للمرضات لكن فما حالات قليلة هي 1% بين 1 و5% يمكن أقل شوية تظهر عند الناس اللي عمرهم أقل من 60 سنة لكن هذا ماهوش فماشي علامات مبكرة مثلا ينجم يفيق بها هو شوف علامات وقت اللي يبدا يحس اللي فما بدا عنده فقدان الذاكره ما يقولش لي ليه والله توا ليه خاطرني اليوم تاعب ولا خاطرني اليوم مانيش مركز ولا والا وقت المريض يذيع ساعات يقول لك احنا نسالوا العائله يقول لك اي راه فما مره عندها كيما نقولوا عامي مشى للجامعة ولا مشى لدار ولده ما عرفش يروح اما راهم بعد ولا يمشي عادي الوقت هذيك حقيقة هو نساء دونك هذيك علامة حمراء يلزمنا نعديو ما نقولش ليه هكا كل شيء رجع لبيس ولا نهارتها مغشش تعارك هو وجاره وخرج في الشارع راهو هذيك ديجا علامة. إذا عندنا شكون في العائلة وهنا يمكن باش نحكي على الجانب الوراثي هو ماهوش وراثي 100% لكن فما جينات هي مؤهلات جينية اللي عنده في العائلة شكون مريض يرد باله أكثر أول علامة حتى يشك فيها يمشي عادي ويثبت اذا عنده المرض ولا خاطر تو نشوف فما حاجات وقائيه نجموا نعملوها تعاوننا مبدئيا